صافي مزيان، الصوت مسموع. طلعك بليز. علاش تطلعك اخي؟ ما فهمتش. ويا سي بي ام ديت، صراحة كان تيستي واحد الميثود اللي غادي نشرحها ان شاء الله، باغي نتيستيها قبل ما نشرحها، ديال 100 دولار في النهار. كنحاول نتيستيها 100 امكان باش تكون خدامة 100%، فهمت؟ خدامة مزيان، غير هو مازال، واخا الاي سي بي مازال طايح، غادي تكون مزيانة إن شاء الله. أنا غادي نشرح البلان دابا. المهم الأخوة اللي عنده شي سؤال، مرحبا. السيبيا اللي كسوني على السيبيا بزاف، أنا خدام كنجيب ترافيك من لي زابليكاسيون من لي جيم، وخدام مع السي بي ابيلت. المهم حسن نشرح هذاك الشيء من بعد. شو كورس ازيرو باسيف هي بوك دي سجس اني كورس وصف بيجنرز. شحال دير راس الماس بدا الريسكين، على حساب الخدمة اللي غتخدم انت في هاد الريسكين، فهمتي؟ واش غتخدم سيمي ليغال، واش غتخدم اغريسيف سبام، داكشي ديال الكيدات، داكشي ديال البرانكات، فهمتي؟ على حساب الا كنت غتخدم سيمي ليغال داكشي قليل، ما تحسش راس المال بزاف، فهمتي؟ الا كنت غتخدم سبام كيدات وداكشي، غتحتاج تحل لي كونط، غتحتاج بزاف الحاجات، تانفيستي في البروكسيات وداكشي. موضوع هو غادي نجاوب على الاسئله ديالكم، لحد ما خدام حد قلت نجاوب على الاسئله، واللي عنده شي سؤال نجاوبه. مرحبا خويا سيف، فين كتلقاش؟ فين كاين اللي تشرح في البلوم ديالو؟ كيفاش؟ صراحه ما فهمتش سيمي ليغال. المهم على حساب غادي تشري الكود، واش غتقادو راسك؟ الا قلتي غادي تقادو راسك ما يتقامش عليك داكشي بزاف، تقدر تحل كاع ماكسيموم 4 د لي ستور وتبقى تبيبلي فيهم، كل ستور تبيبلي فيه تان كثر من 6 لينيج تال 7 كاع، فهمتي؟ وهو انت خدام تما بنابل. نابل كينغ جيم بلس بوب اب سي بي لينك تخدم. المهم دابا الا كان الجيم من الاحسن يكون عندك دي كاركتير ولا شي ليفلز ما محلولينش، ولا مثلا ملي كيخسر ولا شي حاجه كتقول له مثلا الا بغيتي تكمل تلعب ولا نفتح لك هذا الكاركتير ولا نفتح لك هذا الماب ولا شي حاجه، ضروري تكمل واحد الاوفر، فهمتي؟ وملي كيكمل الاوفر راه خصك تطلق ليه ضروري باش ما يسدولكش عاوتاني السي بي. كاين اللي كيخدمها بلاك عاوتاني كيطلق في المكان، فهمتي؟ في الكيد في المكان. شوف اصبر طن 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 دوي لكم على الكورس. ما كاينش كورس الدراري، ما كاينش كورس، ما كاينش كورس، ما غاديش يكون كورس. كورس راه خصو خدمه، فهمتي؟ غادي يكونوا بحال غادي يكونوا دي لايف، غادي يكونوا بحال داشبوردز اللي كنخدم بهم، غادي تبارطاجاو، فهمتي؟ غير مع الناس اللي سهلوا طبيعة الحال. غيكونوا دي تخيك جدادين في الخدمة، الميطوش جديدة ديال الفتح ديال الكونتات ديال ملتيبل اكونت غادي تبارطاجا تا هي. غادي يكونوا دي لايف، يعني ماشي شي حاجة اللي يوميا غادي تكون كتسنى كونتنت يوميا يوميا، لا لا ماشي هكاك. من بعد انا نشرح البلان. بلي شي بيسي كونفيغاسيون مزيانة، شي سيت كيعطي بروكسيات فابور؟ لا ما عارفش، انا خدام بالاي بي برجر. شي فري هذا اللي بغى الكود سورس فري يكتب لي ميساج، انا نصرد له شي واحد يبدا به، عندي موجودين.
سامسونج فور جود. اللي بغى تريدين يسول نبيل، انا تريدين كنت تريدين راسي ما زيدش نهضر فيه فهمتي. بركه تريدين الناس ديالو شويه باسلين بزاف، مينيموم كابيتال سوستر سو سكين. الاحسن تكون عندك واحد 200 دولار 300 من الاحسن باش تمشي مزيان مرتاح، باش لا تسدو لك شي كونطات في الاول ولا حتى تانفيستي في الكونسورسات غادي يكون عندك فلوس. من الاحسن البيجينرز اللي باغي يبداو ريسكين يبداو اليونيتي. اليونيتي تروض دي بارطاجيت معكم الكورس في الريل اللي نزلتو، الفرق بين زعما انواع الخدمه اللي كاينه، واش يونيتي ولا ابس، واش تخدموا جيمز. بارطاجيتكم الكورس، هذا الكورس مزيان بزاف انك تتعلم به تبدا فهمتي. بغيت هذا اللي قال ريسكين باقي فيه ميد دار صراحة مصورت باش نجاوبك. واي دومين فيه ميد دار على سمته وكيش كتطور فيه وكذا فهمتي. نشوفو بعد الشهر السي بي ام طايح شوية في الفان، غتكونو لاحظتو هادشي. هذا انا كنتيستي الميثود ديال 100 دولار في النهار، باغي باش نشريها، خصني نتاكد بلي راه خدامه ضروري. حاليا كنتيستي باش نبارطاجي معكم، كنتيستيها فهمتي. هو تيست، هذا غير تيست، نمشيو كنتيستيها باش نشوف واش خدامه ولا ما خداماش، باش نعرف شنو نبارطاجي شنو ما نبارطاجيش. بغيت نبارطاجي شي حاجه اللي خدامه للناس فهمتي. المهم على العموم خدامه مزيان شويه، بقى نوبتيميزيو ان شاء الله. غادي نشوف شنو كاين. كنت استيها في واحد جوج ديال لي كونط. تحيه اللي عاد بهاد اليونيتي، الله يرحم القلوب. ماشي هي ميثود ديال الخدمه، ولكن استراتي انت غادي نبارطاجي استراتيجي ديال 100 دولار في النهار. مهم تقدر تخدم بها دوبليكي هذاك شغلك كيبقى فهمتي. انا غنعطيك الطريق وانت كمل من عندك. خويا سي واش تقدر دير مليون دولار في المجال الديره؟ وي، ولكن ماشي اي واحد يديرها. نو صار شويه الخدمه تيم بزاف الحاجات، سوشو سكو اغريسيف شويه في الخدمه، كتحتاج الوقت. راه ما تقدرش تضربها في عام كنت تضربها في ايام ديال 2015 2016 كانت مسهله الامور. علاش ما بغيتش تبدا معانا من الاول ريسك؟ حيت كتجيني صعيبه نبدا ديك الشيء من الزيرو وما كنقدش، من الوقت ما عنديش فهمتي. هذا هو المشكل، ماشي قضيه ديال شي حاجه. اما انا دابا نبارطاجي ازيرو كلشي. ميثود ديال الهندسة العكسية، نابل كتفرج معايا في اللايف، طلع اللايف غير كيتفرج نابل. بغيتي نشوفو نابل؟ بالنسبة للناس اللي شافوا داك السيت اخوان، ما تخلصوش، راه وصلوني دي بيمون قلت لكم ما تخلصوش. حسن تلاقي ديك شي اوفيسيال باش نشوف شنو كاين. مازال ما قررت، مازال ما درت بزاف د الحاجات، من الاحسن ما تخلصوش. داكشي علاش انا محيت ديك السطوري اللي فيها هذاك اللينك، عيب بسبب ديك الناس اللي خلصوا. واش السياسيين؟ والله الا كنت غادي نسجل الريس اليوم بحال مرات شويه ما قديتش، كنت غادي نسجل الريس السيمانه كامله. اضموب ليميت، من الاحسن باش تفادى ليميت الاضموب خدم بشي اضموب قديم، يكون قديم 2015 2016 وخدم فيه لي جيم سيمي ليغال. ما تخدمش بس بومر، ما تقربوش للقيد وداك الشيء، غادي تسد لك ولا غادي يضرب شي شهر شهرين غادي تسد. من الاحسن خدم به خدمه نقيه وغادي ما يجيكش ليميت كاع في مره. وين نيت كورس فروم زيرو الا كتعرف فين نلقاه. اسكيز برو، تحياتي الشديد ديالنا التيرور. تريدين كان تريدين راسي، كندخل دخلات صغارين في النهار حيت صراحة الدومين ماشي سهل، ورجعت مفوكسي بزاف على الدومين ديالي الأساسي اللي هو الريسكين. بتوند هندسة عكسية جديدة الدراري. راه شوف ما عاد بارطاجيش معكم شي واحد، أنا ما عنديش ميثود باش نتفاهمو،
ديال ديكومبايل ما عنديش، والحق كنعرف الناس عندهم، وما انا ما كنحتاجش، ما كنخدمش داكشي، كنعرف الناس عندهم وما يخرجوهاش حيت ما يمكنش، فهمتي؟ راه ديجا اصلا هما شراوها غاليه وقليله، وما يمكنش يعطيك واحد الحاجه اللي يخدم بها هو، فهمتي؟ راه صعيب، شي حاجه في حياته ما كيخرجوش، راه مستحيل تبارطاجيها معك شي واحد. داكشي علاش بلا ما تصدع راسك، غير كتحط. انا حطيت الخانه لخونا مولا، حطيت 15 كم، وبغاش يبيع لي، فهمتيني؟ في الاول باش تكونوا فاهمين الامور كيفاش ماشيه، فهمتي؟ ما ديك الهضره الخاويه ديال ما عندكش كدا واللعيبات ما خدامهاش. بالاي اي سيف لايف، ما عرفتش نسيفي حيت ما فيهش شي حاجه. مرحبا سيدنا، مبروك مبروك خويا. المهم اللي عنده شي سؤال مرحبا. البديل ديال بروكسي 911 خدم باي بي برجر. اي بي برجر هو باش خدام، خدام مزيان بزاف. بغينا غير 1000 انستا في النهار في الترافيك. ويلي دابا راه في الانستا راه نورمال، ما عرفش فين كاين المشكل خويا. شي فوري مزيان، ما كاينش لي فوري ديال الريسكين، ما كاينش هاد الريسكين بعدا دومين، ما تلقاش لي فوري، ما تلقاش، بغيت تلقاش هاد غاديك الريسكين ديال المراكنة العادي، فهمتيني؟ ما كيعرفوش هادشي ديالنا ديال جيت برانك سيمي ليغال، ما عندهمش هادشي قليل. خصك دابا القالب ديال الريسكين هو كتيستي راسك، تبقى كتيستي حوايج، كطيح لك شي فكره كتيستيها باش عاد كطيح لها شي ميثود، فهمتي؟ سي بي بلس موبايل خدامه مزيان. المهم كتجي مزيان، غادي بحال نقولوا الخضره في الطعام، هي هاديك السي بي كيكونوا ديجا عندك لي زاب فيهم بالات خدامين وكل شيء، وكتزيد لهم السي بي، جات شي حاجه من تما مزيانه، فهمتي؟ كتكون غير شي لاندين بيج مزيانه، وكاين شي نيتشات ما كيخدموش مع السي بي بلا ما تصدع راسك معاهم، كاين شي نيتشات كيخدموا مع السي بي ديال بصح، خصوصا ديك النيتشات اللي كيكونوا فيهم بنادم كيتسنى منك شي سيرفيس ولا شي حاجه ولا شي جيم فيها دي كاركتير وكتفسح له لي كاركتير ولا الماب ولا اي حاجه، كيكونوا كيخدم السي بي مزيان ديال بصح. غير بغينا غير 50 في النهار ولا غير 800 دولار في الشهر، ما بغيناش مليون دولار لا. تماما، انا كنتصافق مع التاينا ديال الفكره ديالي. مليون دولار كتجي من بعد، الانسان يبدا في الاول غير ب 20 دولار في النهار. جي دي بي ار، انا بقيت كندير هاد جي دي بي ار في 2018 يمكن، ولا ملي كنبان في الاول. نبيل ما عرفت شنو، بغيت نطلع اللايف تقول لهم زايد وسعيد كيفاش تسير اخي بنادم، حنا كنهضروا في الشرق وهو كيهضر في الغرب. دومي ان فولو حسن. خدام اي بي تي في، بغيت نتيستيه، قد لي واحد العشر سيت ديال اي بي تي في، غادي نتيستيه نشوف نجيب الترافيك من الموبايل واش غادي يخدم ولا لا. ميبي يخدم ميبي لا. صراحه اي او اس ولا اندرويد؟ الاي او اس انا مجربو ديجا، باقي عندي فيه شي لعيبات واخا ما كيجيبوش مزيان، ما مركزش عليه بزاف حيت صعيب نركز عليهم بجوج. الاندرويد كيجيني مزيان انا الحق، كان عارف دراري في الاي او اس خدامين طوب، كيبارطاجيو معايا الارباح ديالهم، خدامين مزيان. اخوان كيسولوني على السيت اللي صوبت، السيت اللي صوبت ما فيه شي حاجه، غادي يكون غير بحال نقولوا نسيبورد الوقت ديالي، فهمتي؟ هادشي اللي كاين، غادي ندير شي لايف ولا بغي نبارطاجي شي معلومات مزيانين ولا شي داشبورد ديالي مثلا اللي كنخدم بيها ولا بزاف د الحاجات، غادي نبارطاجيهم تما حيت ما يقدرش ما يكونوش اكسيسيبل لاي واحد، فهمتي؟ ما يمكنش. هادشي اللي كاين دابا، ما يمكنش تبارطاجي مع شي واحد دابا شي حاجه، حيت دابا نلقى نوريكم لي ميساج، ما كنبغيش ندخل في هادشي هذا. كتبارطاجي معاه كيبقى يصدع لك راسك، كتشرح ليه كل شيء، يبقى يقول لك الله يرحم لك الوالد، كيمشي للجروبات كيبقى يعاير فيك، وهادشي اللي كرهني انا اصلا في هادشي كامل، فهمتي؟ هذا هو النفاق، فهمتي؟ من الاحسن دوكا واحد كيف يزرق في الكودين ممكن يخدم، اللي زرق في الكودين يمكن يخدم الريسكين، ولكن غادي يخدم بحال جيتس، غيخدم برانكات وصافي، ما يخدمش شي حاجه افونسي. وبالنسبه للناس اللي كيخدموا الكيدات و برانكات، ديك الداشبورد تخدم لكم مزيان ديال بصح، حيت اوبتيميزي لداك الشيء، فهمتي؟ كيد تخرجوا جوج دقايق فيه كاع كلشي مانتيغري بكلشي، فهمتي؟ كلشي مقاد في داشبورد واحده،
هاد الناس اللي باغا تخدم اغريسيف كي طبيعه الحال كيجيب الفلوس ماشي جيم. سو دابا خصكم تفهم واحد الحاجه, خصك تخدم هكا وهكا فهمتي, تخدم سبام وتخدم سيمي ليغال, ضرب هيدا وضرب هكا حيت لي جيم وداكشي كيطول باش يطلع. اما داكشي ديال السبام ديال بحال القيدات بحال البرانكات بحال شي حاجه في شكل كيجيبوا الفلوس داغيا وخا كيطيروا ولكن كيجيبوا فهمتيني, كتبقى خدام معاهم وشويه الا خدمت فان بوحدو غيجيب لوك ترافيك. لا من الاحسن تبقى تفرق لي زابليكاسيون ديالك على لي فان, يكون عندك مثلا بزاف. انا عندي بزاف صراحه ديال لي فان, انا نوريك شحال عندي مثلا. هما عندي تقريبا 9 ديال لي فان كنفرق بهم الخدمه. من الاحسن حتى تفرق الخدمه ديالك باش ما كتبقاش كلشي محطوط في بلاصه واحده باش ما تضيعش فهمتي. صرا طرا شي مشكل شي نهار في شي فان ما يمشي لكش كلشي, تعاود من الزيرو. من الاحسن فرق الخدمه ديالك. واش اخويا كيفاش لقاني مربح؟ نيت مربح كاين دي سيت اللي عطيوك النيتات, كاين اليوتيوب تقدر تدخل لي شين ديال هذاك. شوف دوك لي شين ديال سير دابا اليوتيوب, انا سير اليوتيوب كتب بوبي بلاي تايم, كتب غير بوبي, غادي يطلعوا لك دي شين الناس اللي كاملوا الريفيو كيلعبوا داك الجيم. سير دوك لي شين اللي طالعين في الفيوز وداك الشيء, دير لهم شد شي جيميل جديد خاص غير بالخدمه, دير جيت نوتيفيكيشن بوحديتها خاص فين ما يحطوا شي فيديو عاد دخل تشوف اين فيديو حطوه على من نيت, حيت كيجيبوا ديما الجديد فهمتيني. اذا بان لك شي نيت جديد خدم عليه, خدم عليه بطريقه ديالك, خدم عليه برانك, خدم عليه جيت, خدم عليه فيك كول, خدم عليه بازل اللي بغيت, المهم خدم عليه طلع مع الموجه فهمتي. هادشي اللي كاين, هادي اسهل بعدا شي طاح على النيت انت الاولاني. فان بوحدو خدام, وي خدام بلا بيدي. شحال من اب عندي بزاف صراحه ما حاسبهمش, عندي فواحد الداشبورد. وي سبق لي خدمت بالان ابل شيز. كيفاش نشري كونسول اكونت واخا ما عنديش, منين ندبر على بزاف ديال الكريديت كارد؟ خدم بالوايز, كاين وايز كاين ريفوليوت كاين شي واحدين اخرين خدام بهم, ولكن انا خدام بالريفوليوت. شنو لي باز لي ديبيتو يتعلمهم قبل ما يبدا؟ لا تنجاوب على هذا. ميثود ديال الهندسه صراحه ما عرفاش, الهندسه العكسيه ما خداماش انا ما نكذبش عليكم. شنو لي باز لي ديبيتو يتعلمهم على حسب شنو باغي تبدا, واش باغي تخدم لي زابليكاسيون ولا فهمتي. ويو واتس فور فول خدام فول واتس كونتريس ويزاوت اي دي ديفاك. ما كاينش كلشي خصو دابا, كلشي خصو الاي دي, كلشي خصو الاي دي, ما كاينش شي كونتري بلا اي دي. الا كانت شي حاجه ما عرفتش شي ابديت في جوجل كونسول اكونت اند ادمو. ما فهمتش الصراحه السؤال خويا, سو حنا باقي جداد في الدومين كنفهموش بزاف. اخوان اللي باقي جديد باغي تبدا ريسكين, اول حاجه مشي لداك الكورس اللي بارطاجيت معاكم او تلقاوه في الريل ديال عرفت نسيت واحد في الريل بارطاجيتو في الكومونتيرات ديال اليونيتي 3 دي. كورس واعر باش تبدا انك تريني تخدم مزيان, من بعد تبقى تموضي فيه في لي كود, عاد تبقى تدبر على لي كود سورس, تقدر تبدا تشريهم تبقى تحط تموضي فيه عليهم تعملهم ريسكين تنزلهم فهمتي, تخدم على لي نيتشات. هذا كيبدا الانسان بشويه بشويه, ماشي ضروري على الدخل عاد ضرب انت 100 دولار ما يمكنش. على الاقل خصك تتعلم فهمتي كيفاش تجيب الاي دي باش ما عارفش. كاين لي بروفايدر ديالهم يعني اخويا بلا ما تسنى منك دوري ريسك من الاول. ما عرفتش نقدر نديرها في ديك البلان اللي غادي ندير, نقدر نشرح شي حاجه ا تو زد للناس البيجينرز, تقدر تكون شي حاجه يعني كيفاش يحلوا كونط, نعطيهم كود من عندي مثلا كيفاش يموديفيو فيه وكيفاش يخدموا عليه في شي نيتش. هادشي اللي صدر عطيني شي واحد بيجينر كيفاش يبوبليو في السطور, من غير هادشي ما عنده زول نيفو اخر. واش تستخدم لا لا ما خدامش في هذاك سيفي. واد تا خير اللي خصك تعطينا نيش ديال 5 هكا صاحبي ماشي لا تقدر اخويا ندير اخويا بنك واحد. شوف بنكه كتفي مع جوج الفانات باش
فهمت، باش تكونوا باش نكونوا واضحين، بنكه وحده كتمشي مع جوج الفانات، اذا تضربت لك واحده رد البال تقدر تضرب لك ثلاثه، حيت دابا ولاو فاش كيتضرب لك الميثود بيمنت ما كتخلصش في داك الفان، ماشي بحال قبل. احسن طريقه توصل بها بالفلوس ديالك المغرب، المغرب وسترن يونيون ولا شي حاجه احسن على بنكه ديالك في المغرب. بانر كتساوي الليميت، ما عرفتش انا عندي البانر وعلى حسب اغلبيه الجيم انا اللي عندي ما فيهمش بانر باش نكونوا متفقين، انا اضمن قديروها في لي جيم الفان خدام بها خدمه اخرى شويه اغريسيف وسبان. وي اورغانيك ترافيك في السيمي ليغال مازال خدام، غير هو تخيقل شويه ولكن مازال خدام 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 طوب. دابا كاينه الميثود ديال الادوردز واقيلا بارطاجها سفيان معكم البارح، خدامه فهمتي، تقدر تفتح واحد العشرة وتطلق تطلق الجيم ديالك مثلا يعني لا بوبليسيتي تطلق ليها واحد $50 في النهار، شحال عندك $50 تطلق ليها واحد العشرة في كل في كل في كل ادوردز. عندي مشكل في السدان غتكسر شنو يكون بلان مشكل من الكود سورس، الكود سورس عندك فيه مشكل كي ديتكتيوه جوجل تحفظها عندهم. واش غتهضر على الازوف الاخوه الازوره ما كاينش طريقه سحريه، دابا بنادم مازال كتب والله ازوره راه كتلعب على كيوردز داكشي مزيان وين قدام ضروري غتهضر على الطريقه كيفاش انا كنخدم فهمتي نورمال. شكون ما معنى فن هو فيسبوك اودينس نيتورك كيفاش ترانكين ايرون سورس واش مزيان مزيان ولكن ماشي بزاف شويه، فيسبوك احسن منه صراحه. امتى غدا تحط لي نفسي مازال ما قررتش واش غنحط ولا ما غنحطش باش تكونوا متفقين، راه مازال فهمتي داكشي علاش قلت لكم ما تخلصوش، وانا اصلا محيت اللينك بالعاني باش على داكشي مازال ما قررتش، انا غير طلقتها باش نشوف الفكره ديال الناس بزاف الحاجات هادشي اللي كاين. كاركترز كتصايبهم ازيرو عند وي خو حتى الايكون خصوصا الا كانت شي ايكون ديال الجيمز كنصايبها عند فريلانسر، غنوريكم واحد الاكزومبل ديال واحد الايكون من بين لي زيكول اللي كيقادو ليا فريلانسرز، غنوريكم واحد دابا صبوا معايا ندخل نجبدو. ندخل فايبر نيت نوريكم ملي كيخدم لك شي واحد بروفيسيونال لي زيكون كيفاش كتطلع فهمتي باش تعرفوا الفرق، خصوصا الناس اللي كيخدموا. انا هاد الايام تصرد لي واحد الولد عنده سطور واعر بزاف واعر خدمه نقيه ديال بصح، المشكل ديالها كان في مشكل عنده في تايتلز ديسكريبتو اونجينيرال يعني ما لعبش على الازو مزيان، المشكل الثاني كان عنده في لي زيكون داكشي ناقص بزاف، وقلت له حتى هو عاد كان عارف بلي راه عنده المشكل تما فهمتي. انا نوريكم فين هو فين هو فين هو نوريكم الاوردر بغيتي نشوف نوريكم الفرق فاش كيخدم لك شي واحد، ها هو فاش كيخدم لك شي واحد بروفيسيونال. ها انت انا عطيتو فكره في الاول، انا عطيتو فكره في الاول هو كيقدر راسو، عطيتو فكره كاش بغيتي يجي نيت وداك الشيء وصافي عطيتو الالعاب كامله، ولا جيتي تخدمها راسك ما طلعهاش بحال هكا مستحيل. داكشي علاش كنقول لكم الازوت كيلعب فيها الايكون خاصها تكون مزيانه، الكيوردز فريمون يكونوا مزيانين يكونوا الفوليوم عليهم طالع والديفيكولتي ديالهم طايحة فهمتي، يعني واحد الكيورد كيف كيسيرشيو عليه الناس بزاف وعليه منافسة قليلة يعني، وخصك تلعب على لونغ تايل كيورد يعني الكيوردات اللي كيجيو طوالين حتى هما تخدم بهم. هادشي اللي كاين كنظن شتو داكشي وفهمتو. المهم مازال عنده شي سؤال انا هنا مرحبا. كونفيغوراسيون بي سي باش تخدم بس اللي عندي انا عندي شي 32 جيجا في الرام، ومهم عندي بيس شويه افونسي صراحه
ولكن بيسي نورمال يقدر يخدم عادي. روبش نجيك صراحة أنا بعيد هذا الدومين بس I'm ready to pay to learn from coach. انت عمعتك كل شي فابور. انت متبع مع البروغرام ديال الجيم دابا ضروري. اخوان قل الله يفهم عندي علاش نسيفيه، ما فيش حاجة زعما اللي في شكل. بغيت نطلق لك الله شحال الوقت باش نضبط اليونيتي ترود. تقدر تضبطها ما عندك ماكسيموم 6 شهور تولي ناضي ديال بصح خدام على راسك. وي كاين ناس عندهم ميثود ديال الهندسه وما يعطيوها لكش انسى. How long it takes to go from zero to... شوف بالنسبة لواحد الإنسان يعني مبتدئ وما عارفش منين غادي يبدا باش يوصل 100 دولار راه تجيه صعيبة شوية. مثلا شو واحد ما نقولوش يعني ديجا خدم في الدومين وداك الشيء غادي يبدا يخدم السيمانة الأولى الثانية يوصل لها، واخا يكون وقف تقريبا عامين فهمت، غيكون عارف شنو خدام، عارف كيفاش يخدم وعارف كيفاش يجي. حيت الفرق هذا هو الفرق بين واحد عنده اكسبيريونس وواحد لا. باش نشري حاسوب مزيان نصيحة. سي بي ان يو سي جيمز خدامة، من الأحسن ديرها في الدينيش اللي كيكونوا فيهم. أنا نشرح ليك فحالاش ديك الكوينز وداك الشيء فاش يخدم ما تخلي على حسب. شوف الفكرة ديالو هو أنه غتعطيه شي حاجة ولكن تدوز الأوفر السي بي ديالك غتعطيها، حاول تأنتجريها أنت في الكود ديالك على حسب كل كود وكيفاش كتجمع. I worked with a negative, but some tools to focus on. You can't work, you know. I worked with a negative, but also some tools to find good up niche. كيفاش يمكن نعرف سيرش فوليوم؟ كاين دي سيت لي بيون، كاين لي سيت عاد اللي تحل جوجل كيورد بلانر كيعطيك كلشي، عاد تحط على الكيورد كيعطيك اي حاجه عليه. وكاين حتى واحد السيت كنخدم به باش نوريه لكم انسور دو بابليك، هذا كنخدم به انا الصراحه بزاف فاش كنشوف الناس اللي شنو كيقلبوا في داك النيت وفين عندهم المشكل فيه. هكا باش كنعرف ها هو انسور دو بابليك غادي تدخلوا فهمتي كطبيو النيت هنا مثلا النيت وتسمي الدوله هنا اللغه وغادي يطلع لكم كل شيء فهمتي. غادي يطلع لكم لي كيسيون اللي كاينه في داك النيت، المقارنات اللي كاينه في داك النيت، غيطلع لكم اي حاجه. تما خصك انت تكون ذكي شويه وتشد داك الشيء وتعرف كيفاش تقاد واحد الديسكريبسيون ديالك انطلاقا ديك المشاكل اللي كيقلبوا عليها الناس داك النيت ولا اللي خصهم في داك النيت. مهم كاين شي شويه الاكسبيريونس باش تعرف تقاد داك الشيء وصافي. ميثود الرانك بليز، ميثود الرانك ما كاينش زعما كيف زعما كاين شي ميثود كتحطها وكترانك لك الاب فهمت الصراحه الله خاصني واش انا كنت خدام 19 واش خاص دابا بغيت نرجع وتسال شي نصيحه. نصيحه هي بدا تخدم فهمتي اللي بدا كيف ما خليت الريسك ما تبدلش بزاف من غير ما نقدر نقول لك لي ميثود ديال فتح لي كونط تبدل شويه ولا شويه امور صعيبه من ناحيه ديال فسح بزاف ديال لي كونط ولا اي دي دابا ولا بزاف الحاجات الافموك ما بقاش خدام فحال شحال هذه دابا ولا اللي متزايد. تقدر تخدم بالفيسبوك، تخدم باليونيتي ات، تخدم بايرون سورس لياندكس هو خدام واخا هادو شويه ضعاف ولكن مهم. الاخوه اللي كيخدم بحال يونيتي ات ايرون سورس ياندكس من الاحسن يدير الات زايد شويه، ما ديرش دوك اللي قاعد يطلع الانتير، خصها اللي كيخدموا الكيدات وداكشي عفرصيو شويه عليه حيت داكشي شويه ما كيجيبش. تيستيتو ابلوفي مزيان ماشي مزيان واعر ولكن المهم كوميم كيقضي الغرض. فين هو نبيل؟ مكراش نطلع نبيل اللايف ولكن هو مهناياش لكن انفيتي بلاتي انفيتي نبيل. خويا سيف اش حسبت اندرو ستوديو يونيتي؟ انا كنزين من احسن يونيتي الصراحه، صرت تعلم يونيتي اخر
نصيحة من القلب. حدد الوقت باش كيتحيد الايميل على حسب، ما كاينش شي وقت محدد، لا ما كاينش وقت محدد، داكشي راندوم عندهم. بالنسبة للجيم دير اتمن دير ربح ولا ملي يخسر، لا لا ديرها ملي يخسر وديرها في ملي يدخل. الصوت ناقص برو، واش الصوت ناقص ولا غير هو اللي ما عندوش الصوت مزيان؟ موقع ديال الكيورد، المهم كاين جوجل كيورد بلانر، هذا معروف اي واحد يكون يعرفه، كاين هذا انا نكتب لكم دابا سؤال دو بابليك، قلب عليه على القهوة، هذا مزيان صراحة، انا كنخدم به بزاف. الصوت مزيان ما يمكنش. مزيان، كاين اللي كتسمع عنده الصوت ناقص ضبط، مشكلة 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 مشكلة. الصوت مزيان اصاحبي، مالكم كتقولوا لي مش مزيان؟ مزيان دابا يكون مزيان، دابا كنظن يكون مزيان. الفان وي مزيان بزاف اخو المحل، واش نسيف اللايف؟ ما فيه والو، كنظن ما عندهاش نسيفه. برو اكزامبل كود سورس باش تخدم في سيميليغال. شوف عندك كود ديال خدم، شوف في سيميليغال خدم بالكود ديال بازل اول حاجه، هذا ديما خصو يكون عندك. غتخدم كود ديال الهورور جيم ولا سيميلاسيون جيم، حتى هو خصو يكون ديما عندك في اي نيش غتخدم عليه. غادي يكون عندك بلاتي، نشوف سفيان واش يطلع. سفيان اللي باغي يطلع صارت لي انفيتاسيون، هو يطلع معايا سفيان دابا كنظن. حط لينا ديك دويزي ترواد سيف سيف. ميثود ملتيبل اكونت اخوان، شرح لكم فيديو في اليوتيوب راه كيفاش تحلوا لي كونت في هذو الملتي اكونت، راه داك صافي خدام 100%، راه ما كاينش فهمتيني. تقريبا اللي حتو هذه عامين تقريبا ولا عام ونص كود. براف فكرتيني، كود باش نشوف اللايف شكون طلب لي تدخل. كود ديال بازل، كود ديال الهورور جيم ولا سيميلاسيون جيم، تقدر تستخدم حتى ديك كود ديال الميرج، او كتب غير ميرج يطلع لك النيتشات اللي خدامين هكا كتفهم الفكره. تقدر تخدم بالكولورين، تقدر تخدم دير شوتين جيم، هادو كاملين خدامين في سيمي ليغال 100% بدون نقاش فهمت. التجربه ديال ماشي غير ديالي يعني، بزاف الناس خدامين بيها فهمتو. يعني انسان خصو يتعلم في الاول اليونيتي باش يقدر اصلا يموديفي في هاد لي كود سورس. شحال متوسط تاع الجيمز اللي ما خاصش تنزل عليه في الاسبوع؟ كيبقى على حساب البلان ديالك انت، وكيفاش شنو باغي، شنو كتفيزي، شنو خدام فهمتي. الا مثلا باغي تخدم مفيزي واحد 30 كونت في الشهر ولا في النهار ولا المهم على حساب لكم شحال مفيزي انت في الشهر. اطلع بنابي في اللايف، طلع 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 صح. انا غير متيلي هنايا كنجاوب كنجاوب فهمتي، والله الا غير مريح في الدار دابا شويه غادي نمشي نتكا كنعس بكري شويه. لو بغيتي طلع طلع الله. نشوف ست ساعة كيوردز بليز، كتبتو قبيلة تعاون مشاو لازم نكتبو نسول دوبامر. انا نبين دابا هنايا باش يبقى اوكي. حيت قال لك نبي راه صايق ما يقدرش يدخل للدار سير ابر.
كاين واحد الميثود ديال ما عرفش الناس اللي مهتمه ب داكشي ديال الاي كوميرس دروب شيبين داكشي بحال اي باي. المهم كاين واحد الميثود عند سفيان يمكن خدام بها ما عرفتش الصراحه، بلا تيجي يشرح اللي كاين اللي مهتم يقدر يبغي يخدم بها، مازال ما معروفاش ما مفروشاش الصراحه، لا تفرشيش غادي يخرجوا عليها دوك صحاب بلاك هات. شنو جاك احسن ريسك؟ شوف الريسكين ما كنقارنوش انا مع شي دومين اخر، حيت واحد الدومين ستابل بالنسبه لي اللي فهمتي، كيجيب دي مونتون ستابل، كيجيب انا مرتاح في الخدمه ديالو حيت عندي اكسبيرينس قديمه يعني باخر. ريسك تريدين جديد عليا فهمتي، مازال تقاتل عليه بزاف الحاجات. ويتش ار ذا بيست سورس فور سيمي؟ الاخوان اللي سولوني على السورس في السيمي اللي كان راه عاد قلت لهم ذهب، ما عرفوش ما سمعتونيش ولا لا. الاخوان اللي كتبوا لي كينغ، رانا ما كينغ ما والو الدراري الله يهديكم. الناس واصلين في السماح، حنا مازال بعاد علينا باش نكونوا كينغ. خويا ميتود الازون اوكي، اي اي هاف اون ريسكين، يقدر يعاونك في الايكون، يقدر يعاونك في ديسكريبشن تايتل، يقدر يعاونك في شي كود سورس الا ما عرفتش دير شي حاجه، تقدر يعاونك في هاد البلانات بحال هادو صافي، ما غاديش يفوت فهمتي. لي سورس في سبام، لي كود سورس في سبام تقدر تخدم دابا بحال حتى الكولورين وداك الشيء كيدخلوا في سبام فهمتي. الريل كنت غنسجلو في كنت غنسجلو اليوم صراحه، ولكن مرض صراحه بحال حسيت براسي مريض شويه، ما احسن غدا ان شاء الله نصوره ولا بعدا. كنت غادي نصور اليوم ثلاثه دريس باش نزلهم على طول السيمانه. انا بدات يجي سفيان نوريكم الاي بي الترناتيف انا بالجا لازم اكسبتي نبيل. نبيل كان اكسبتيك والو اه صافي واش با نبيل وسيف بخير مزيان الله يجزاك بخير امورك هانيه شحال ديما درتي اللايف؟ والله الا كنت مريح في الدار كنت راه ندير شي لايف، كنت غير مريح جالس حدا بيسي خدام صافي ساليت الخدمه بقيت غير جالس كنت راه ندير شي لايف مزيان. وانا نطلع دابا انا نوصل دغيا، انا قربت للدار نوصل ونعاود نطلع معاك. يلا سير يلا انا يلا سير Can you please advertise by helping me with the description? See Nabil. هو هو زي نابل هو يطلع للدار دابا هو غادي يجي دابا نشوف شكون هنا. تريدين اللي بغا تريد سيجي نبيل فهمتينو يهضر لكم على التريدين. اه نبيل هو من جوجل بلاي تعلمنا منه الصراحة، انا شخصيا تعلمت منه. فين كتحتاجو لي زايدي يا برو؟ لي زايدي كتحتاجهم دابا جوجل فاش كتجي تفتح الكونسول كون ديال الديفلوبر ديالك كيطلبوا لك الفيريفيكاسيون بالاي دي، هادشي اللي كاين. والناس اللي ساكنين من الاحسن يديروا ادسنس في المغرب من الاحسن. تكون بلاصه ديال لي كيسيون نشوف. وواحد صدع لي راسي يا صاحبي حمقني خويا، كنت كتقول ما غاديش تبيع بديتي كتبيع، راه شتي انا ما بغيتش نبيع لك دابا، شتي انا بغيت نبيع داك الشيء راه ندير له 500 دولار راه نبيعو، وبغيتي تشري ولا ما تشريش عاود هر راسك هذاك فهمتي، ما تشريش اصيل ما بايعش انا خدام فهمتي، ما عندي روش اصلا انا كيبقى فيها غير بنادم فهمتي اللي باغي يتعلم. هادشي اللي كاين واوا دابا صح اخويا وكدا سير اصاحبي شحال زعما حظ بصح. الناس اللي كيبيعوا لكم الخاوي هذوك ملي كيعجبكم تشريو من عندهم، تلقاك خدام بالميثود ديالي ديال الملتي لوكن، بلاصه تلقاك هادشي اللي كنتي خدام سير اصاحبي تخدم على راسك سير.
ذاك النوع فهمتي، خصو تبقى في حاله، ما تبيعش ما فهمتي، خصو تبقى تعطيه فابور. ودابا هادشي كامل راه فابور فهمتي، اي حاجه راه عطيتها راه عطيتها فابور، عمري فكرت شي حاجه فهمتي. بالحق نهار نعطيني واحد فابور يجي يسب فيا، لا فهمتي هاتي ما كنقبلهاش، ماشي غير واحد ماشي جوج، كيبقى يقول لك دابا من بعد نبارطاجي داك الشيء، شكرا برو الله يرحم الوالدين اللهم بارك، راك كاين كذا، وكيصد عليك راسك بالاسئله، وكيمشي للجروبات كيبغي يكتب العكس. دابا هذا نحطه بوجه والله سنحطه عادي، ما عنديش مشكل، ولكن صافي كنقول ما ندخل في التخربيق ديال الدراري الصغار، القافلة تسير والكلاب تنبح، هادشي اللي كاين. سفيان اللي بغيت تدخل، صرد لي اش كيقولوا له انفيتي. هذاك النوع بحال هذاك باغي تمشي معاه في بيسي تجلس وتخدم له هو فهمتي، باش يرضى عليك فهمتي. صرد لانفيتاسيون برو، صرد الا بغيت تطلع في اللايف. صافي بنادم كيعيق فهمتي، حتى انت كتكون ظريف كاع ما كتبغي تبقى ظريف مع هذا بنادم هذا فهمتي، خصو باش واحد يبقى يتخسر عليهم وداك الشيء يبقى يسب فيهم وتجبرو كيمشي في اللايفات ديال الياس ودونيتي، وانا كيجي تصدع عليه راسي انا يعني. سير اصاحبي تلعب تيسا، سير عند الياس هو اللي يصلح لك. ولا سفيان راه من الصباح انا كنتسناك، شنو سفيان تونسي خايس يبدا منتج بنادم عقليته متخلفة شارك دو 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 دو. قلت هاد لي كومونتير انا كيوصلوني معطلين، لا في ميك وصلوني معطلين. باش نشوف، ها هو سفيان جا، باش نشوف شفين هذاك النوع، كون كان هو واعر وهي طلعتينا معلومة وحدة، هذاك النوع هذاك اللي كيدوي، وانت غير طلعت هنا معلومه واحد وغير طلع اللايف، لا ما عطينا معلومه، غير فتح لك اللايف وهذاك اللايف ما كيقدش يفتحه، باقي هو زايدها في الهضره، والله تجيب واحد اللايف حتى يدهش بالحلف، والله ما يخرج الهضره مزيان. واش الجيمر ديالنا بخير وكت غير لا ما خويا سيف علي راسي، كتبها لي في لي كيسيون، كتبها لي في ميساجات، كتبها لي في هنايا تسير تلعب مالو؟ قال لك لا ما كنتيش كتبيع ورجعتي كتبيع، هو دابا انت باقي ما بعت، ما عملت والو غير سولت الناس. لا صافي فهمتي، ما تفهمش هاد بنادم خويا فهمتي، خاصك ما تبقاش درويش معاه فواحد الوقت هادي، مابقاتش بالباغي بنادم درويش فهمتي، خاصك تكون درويش وهذا فهمتي، بنادم غير يركب عليك اخويا. حنا صغار كنطيحوا الراس هادشي ديال الله فهمتي، يعني ما ديالنا ما حتى شي واحد كنحاولوا، المهم ها تضرب هيدا وهيدا، تعاون بنادم في نص الوقت تشوف راسك ما تضيعش راسك فهمتي، ولكن ما يعيقش فهمتي انسان. دابا هو باغي يتحط له مثلا ميتود تعطيه ديكومبايل، الناس كيخلصوا عليه زباله الفلوس مثلا، انا براسي ما عنديش مثلا، هي عند نبيل كيقول لي نبارطاجيها معاك، ما اصلا ما خدامش بيها، ما باغيهاش فهمتيني، ما صالحهاليش في الخدمه ديالي، هاي عنده وبنادم كيحط لي 10 هكا والله ما يبيعها له، هو باغي تعطيها له فابور باش يرضى عليك. ليه ما اخي الصراحه سير اخويا شي مغرب وصل ديكومباي، سير خدم حاجات اخرين صاحبي، خدم بعدا القيد بعدا، جيب 100 دولار ديالك في النهار، سير صاحبي خدم شي لعبه. بنادم اخويا عمره يرضى عليك واخا ما عرفت شنو تعطيه فهمتي، عادي دي طبيعه ديالنا حنا المغاربه، طبيعه ديال الانسان المغربي هو بحال هكا. كيفاش ديك الميثود ديال الدري اي بي خصها ميثود اصاحبي؟ خويا كاين اللي يسحب البلاك اخويا دابا راه بارطاجيه، ولكن كاين بنادم اخويا ما كيخافش الله، انا ولي انا ديت نو بارطاجيه، ولي بنادم ما كتليفراش لي السلعه ديالو فهمتيني، بنادم كاين بلان كاين سيت تقدر تبيع فيه البراند ديالك عادي، انا ماشي بحال بايمدن فهمتي، عطاو السيت ديال لا لا ما تجيش الناس اجي عطاو السيت ديال البراند، هذاك السيت ديال البراند ديالو هو فهمتي، شوف بلاد شات قياد وشراه وفي الاخر ساطع الراس واخا الله يسهل عليه
فهمتي؟ لا ما ديش بنادم ديالو ما خدش، شوف راه كوبر زعما شي واحد تتبخل يدي والله بنادم ديالو. تبلحق والله اي كتبخل. واحد اخويا باغي يدير شي دوره ولا باغي يدير شي حاجه سويفي مع الناس، راه بنادم ما كيسويفيش اصاحبي. بحال دابا كتحط شي حاجه لبنادم كتقول لي خويا السلام عليكم الله يعاونك، سير تقاتل مع داك الشيء، فهمتيني؟ سويفي اصاحبي مع انا الناس. شاد هذا الشيء اللي كتهضر عليه والله ما كنت كنعرفهم حتى مؤخرا كيبقاو كيعاودوا لي الدراري، كنشوف الدراري في الجروب معايا كيبارطاجيو، ما كنعرفوش انا صاحبي والله ما كنعرفو. اه ويلي باش نشوف نابل وصل للدار ولا باقي، سير مازال ما وصلش للدار نابل. واحد سولني على واحد الكيسيون احسن، قال لك بلون ديال الاي بي برجر سمن هذاك ديال ريزيدنشال عاد تلقاه واحد ب 65 دولار، هذاك هو احسن واحد تخدم به، ما تلقاش كاع مشكل في الميلتي اكونت ما يدورش بيك الا اذا كان عندك شي مشكل في الكود سورس تضرب لك ولا تبلاك ليست. هذاك صافي هذاك هو كل شيء. تقول لي نسيت خي سيف كاي لا خو اه السيتان ديال عليه شي سونداج اخويا فهمتي. بالراس كاع انا ما تدخلنيش في هذاك العجب ديالكم، انا داكشي دي اي في داكشي لا لا احسن كنت سوج ديال هورور جيم. شو اي واحد هورور جيم سيميلاسيون كيبان لك خدم به خدام نيشان، يكون في غير الاستاجات بزاف ويكون الاس. شو اهم حاجه؟ اهم حاجه الدراري في اللي كيخدامين في السيميليغا، اهم حاجه هو الاس يكون له مقدم مزيان، هذه راه ضروريه ومؤكده. شنو ما كاش عندك الاس مقدم مزيان غير ستلعب بحال نزلت بحال حسيت ديك السيميليغا بحال ما لحسيتش، الاس يكون مقاد بطريقه احترافيه مزيان تنش نهار تنحط بالضبط كيفاش، حيت كتلقى صاحبي واحد وعندو داكشي واعر صاحبي والاس ما بقاش صاحبي كيبقى فيا اه انا بزيد سي بزاف. تا صات لي كود سورس ديال لورو مع السي بي ام ديالهم شويه عيان فهمتي، الله يتا يعني كيبقى فيا العبد صاحبي ديال بصح. فيصل قال لي طلعني، فيصل الا بغيت يطلع صارت لي صارت لي انفيتاسيون طلع لي فيصل للدوم، اسطوره ديال السوبريكا. صارت لي الدوم صارت لي الدوم. فيصل مازال غادي يجيبو يشرح لهم الطريقه ديال سيميليغا، خدام بوحدو هو في العالم ديالو بوحدو، حتى واحد ما طايح على الميثود ديالو، حتى واحد في على الخط اي واحد في الدراري طالعين لايف كامل انا براسي ما كنتش في بالي. سخاط فين وانا بلا صح. هاو تو افويد بلاك ليست، شوف بلاك ليست تكون سورس من الاحسن باش ما تبقاش تطيحوا في هذا المشكل الدراري، هو كل شهر كل 3 سيمانات 2 سيمانات تبدل الكود، على حسب واش انت كتخدم اجريسيف ولا لا. كتخدم اجريسيف بزاف كان اللي كتلوح به بزاف، على حسب كل سيمانه و 2 سيمانات تبدلو، واخا دابا تبغي تبدل في الوسط منه مثلا تبدل داك الكلاس تبدل داكشي كيفاش مسمي ما غادي يشدوك، غادي يشدوك من الاحسن تبدلو من الزيرو. واحد كيصيفط السيت في الصوت كيقول لك شو واد. لا ماشي هو، ماشي ريفيرب برو، لا ماشي هذا، هذا حتى هو كتجي واحد 10 المليون ديال الترافيك كل شهر فهمتي. ما مهم حتى مفكر حيت ما نقدرش نعطيها انا هنايا فهمتي، ما تقدر اخويا تبارطاجي راك عارفين الدراري صحاب البلاك شي حاجه ما كنتش باغي خدامه معاها. مايك فيصل تحياتي فيصل ديما كنبدا به العام في اللايفات كيدوز عام مبارك. هذا قال لك تفرش شي اسمي. بخير والله الا بخير الحمد لله طب والله الا بخير باش مريح نطلع نجاوب الدراري. فورماسيون واخا بيت فيها اللاصق، حاليا ما كاينش شي فورماسيون فيها بيت فيها اللاصق، فيها باقي ما كاين والو، انا غير حطيت كيسيونير شي واحد نشوف خلصوا غادي نشوف كيفاش، ماشي نرد لهم الفلوس غادي نشوف واش نكمل في داك الشيء ولا لا، حيت ما عرفتش الصراحه حتى كيفاش غادي ندير نداخل فيه. انا غير تحمست وبارطاجيت معاكم الفكره، قلت انا نبارطاجي حيت عندي اعزاز قلت نبارطاجي معاكم، اي راه كتشوفوا اي حاجه كنبارطاجيها معاكم، هادشي اللي كاين ما كنخبيش، انا حتى الارباح كنبارطاجيهم كنبارطاجي كل شيء حياتي كامله عندكم فهمتي، قلت نبارطاجي معاكم الفكره ديال السيت باش الا كانت مزيانه عاد نشوف كيفاش نطوروها ان شاء الله. الميثود ديال تريس هود راه بارطاجها سفيان البارح في ستوريز ديالو، بارطاجها سفيان اكيد صافي 27 ساعه سيرشات البارح نزلناها الدراري نزلتوها. شوف
شوف عرفت شنو ناس عمل سفيان مشي شي ريل هذيك اللي نزلتها مشي حطوه في الهايلايت فهمتي نسميها ادورس باش يدخلوا يلقاوها وصافي فهمتي تبقى تلقاها هذه في الارشيف اد بلاس مو مزيان خصو ضروري ما يمكنش هكا نشرحو بالطقم فهمتي حتى ننزل لكم بحال كنت نزلت شحال هذه ديال الكيت اي واحد كتسمع الطين فتح الداشبورد سي بي لا فتح الداشبورد سي بي كيبقاو يطلعوا دابا وساعة داك الليل والله لا لا انا غادي نلحق داك عاود لحلو الميثود سفيان الله يحفظك الله يعزك واخا يخو الميثود خدامه 100% ماشي زعما ديال الادورز خدامه تستافدوا من الرانك اللي عنده شي جيم سيمي اللي قام ترانكا شي رانكيها غيكون فيه مشكل ديال يقدروا يطيحوا في دي كونت يطيحوا فيهم سسبان انا غنصيفط الميثود حتى من بعد ديال سسبان فهمتي باش يفيكسيو لي كونت اخرين اللي يكون فيهم سسبان صافي لا اضعف تريشولد يقدروا يعطيو لك هو 100 ولا 200 دولار اصلا 100 ولا 200 دولار رقم ديال غرض فهمتي وي بالضبط الاطلاق ديال الغار شي اطلاق على تي خدام اي كوم لوكال ولا خدام شي لعيبه اخرى ديال الغار الدراري سمعوا الليد واحد قال لي سحب لي الليد عندي ويا زايا الليد هذا النهار اليوم الحد مزيان كيكون السبت كيكون حسن صراحه السبت كيكون الترافيك مزيان اها ميثود سي بي اخويا ميثود سي بي انا قلت لكم شنو كاين راه كتستغل غير داك الترافيك ديالك ديال الموبايل كتحاول ما امكن انك تانتيغري سي بي في لي زابليكاسيون ديالك ولا في لي جيم ديالك بشي طريقه اللي كتعطي اليوزر شي حاجه كتقول له مثلا الا تدير هذه غاد نكمل الاوفر عاد نعطيك واحد الحاجه سهله اذا كنتي ديفلوبر غتقدها في البلاصه فهمت وقد تستي واحد الحاجه الدري اللي يخدموا في سي بي قد تستي في لي لاندين بيج سطح شي لاندين بيج واعره خدامه اللي كتجيب لك فلوس مزيان فهمتي حيت كاين اذا حطيتي غير سمارت ليك ولا شي حاجه راه ما يخدملكش داكشي مزيان لاندين بيج تستي واحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه فشي نيشات مختلفين ولا تخدم لك مزيان هي اللي بقى خدام بها از سي بي اف ترافيك ميثود كان تحياتي شي ميثود اليوتيوب صراحه ما عنديش فكره من اليوتيوب انا بيجينر Keyword density for description, please. ميثود يوتيوب ديك الساعه سفيان يعطيهم شي حاجه فيصل شرح لهم شويه الازو اللي كتخدم انت غير شويه ديك الشيء من العلم ديالك لا الازو عندهم واحد السيت انا نزلو في الايام اللي نسالي ملي سالي هاد اللايف نزلو واحد الايام الساعه يبداو بها اللي خدام بها فهمتي كيطلع لي كيورد ناضين وكيطلع فهمتيني تقدر تطلع يطلع لي حتى ديسكريبسيون واحد الدري دخل عليا البارح حتى هو كيخدم به دخل عليا وكيخدم مزيان هاد الليان هذا فهمتي انا نعطي الدراري ديك الساعه يجربوه ومن بعد نعملوا لهم شي لايف سبيسيال علاش حنايا اليوم الدراري اللايف جانا غير على غفله وصافي فهمتي صراحه شكون اللايف فهمتي هادشي اللي كاين لا علاش هما علاش حنا كنا موعدين الدراري نعملوا لهم شي لايف فهمتيني وغيكون فيه ديك بحال اللي كنقولوا حنايا الهضره ديالنا فيه اللاصق الدراري اللي باقي لا زاد ديبيتون والدراري اللي ديجا ملانسيه في الدومين فهمتيني نعطيهم ما اصلح لهمش هاد الاز وما يصلح لهمش هادشي كامل صح دابا واحد ديبيتو خصو يتعلم يفتح الكود يبيل ديال لابليكاسيون يعدل يمشي له حفظ السطور هادي صافي هذا هو ديبيتو خصو يتعلم يدير هذا كل الاولاني ما بقاش دابا واحد ديبيتو عمرو حل شي كود سورس كيجي خويا تاني ديكومبايل انا ما فهمتش هادشي هذا صح لا دابا كاين شي ناس خرجوا هضروا كيقولوا واحد كاينه واحد الطريقه واحد باش نعملوا ديك القضيه ديال ديكومبايل باقي كيعقلوا على ديك ديكومبايل ديال شحال هادي هما ديال 2016 2017 لا ديكومبايل ديك الطرده باش يهضروا على اليونيتي ديكومبايل في اليونيتي ماشي لا بنادم كيقول لك فهمتي عطيني ديك الطريقه وهي ديك الطريقه الدراري ماشي سهله فهمتي ديك الساعه نزلوها لكم حنا ايطابوريطا دابا حنا نزلنا واحد الطريقه ديال ميثود ماشي الميثود ديال ادورد البارح اللي ديجا بنادم كان وقيله شاريها ولا ما نعرف راه كتقول دابا عندي كونفرساسيون مع واحد ودائما كيسولني وكنعطيه صبروا عندك واحد الميثود الادورس شحال هاد فاش كانت يلاه بانت هادي كنت سمعت عليها قالوا شي واحد جا وقالوا هادي قال لي بر 300 دولار فشوف واحد كيجي يقول لي
خويا سير كنت فيك كتقول ما غتبيعش بديتي كتبيع وتشوف غير بنادم كتعمل فيه الخروج جايب عليك ميتو $300 غير الادورز فيها غير $50 ولا ما بيعش دابا داكشي اللي كاين دابا حنا دابا حنا كنتحرفنا عرفتي شحال من واحد داخل عندي انا نشبر مثلا غير ديك 1000 واحد اللي دار معايا ونبيع له هاد الميثود هادي ديال الادور البارح حتى انا شفت يا خاي سيف وحنا تفاهمنا ثلاثه بينا انا وياك وسفيان قبل ما ننزلوها كنا صافي نطيوان الدراري الدراري قلنا لكم خصنا خير الرحمه للوالدين سيدك الله يرحم والديك اللي بنادم كيدخل علينا بها هادشي اللي كاين اما انا ديك الميثود البارح كنت نقدر نضرب بها 20 مليون نمشي نبيعها ما نعرف مصيبه بنادم ونبيعها ونعاود ندبر ماشي الهدف ديالنا الدراري هو هذا حنا غير باش انا كنكون بنادم كاين بنادم هنايا يا خي سايف لا ماشي ديفيكس كمل فهمتي كيجيبوا الله حنايا داخلين باش كن حنايا داخلين نعاونوا الدراري فهمتينا الدراري داخلين نعاونوا الدراري لي ديبيتون لي بنادم افونسي راه حنا بيدنا باقيين كنتعلموا ماشي زعما كنقول لكم زعما حنايا واعرين وكذا راه حنا بيدنا كنتعلموا وغنبقاو نتعلموا يعني كتعرف قد دايضه كاين نادم اللي كيعرف قد دايضه عليك فهمتيني حنايا مجرد ديبيتون كنبقاو دائما ماشي كتعرف شويه الدومين كتقول بانك فهمتيني واه حنايا كنعطيكم شويه من عندنا والامور كتبقى ماشي جبرنا شي حاجه نعطيوها لكم فري فهمتي ما كاينش ديك بنادم الهضره هكذا دخلنا عندي بيع عليك انا تين الدراري اللي كنعرف مرحبا شوف شي حاجه تبارطاجها كتبارطاجها نيشان بدون نفاق فهمتيني شي حاجه ما تبارطاجش ما كتبارطاجهاش نيشان وحنايا كنخدموا الدراري لي ميثود راسنا باش تعرفوا كاين لي ميثود حنايا اللي كنعدلوهم من راسنا انا قلت لكم دابا نيشان في اللايف نيش حنايا كنعدلو لي ميثود عمرات ادور حنايا كنتقاسلو عليها وكنعدلوها وما كنشريوها شي ما عندش شي هندي ولا ما عندش شي واحد حنايا كنعدلوها وكننزلوها وكنبارطاجيوها للدراري لا درهم لا جوج باش نكون باش نجيوكم من الاخر فهمتي حنايا راه خدامين مور الشاشه بحال اللي كيقولوا كنعطيهم الدراري فور فري اي واحد كيدخل عندي كنعطيه اللي كنقدر عليه هادي انا كنخصني نوضحها في اللايف وديك اللايف اللي كنا نعاولين عليه حنايا اللي كنا نقول لكم باقي واحد اموا كنا نعملوا واحد اللايف دابا ملي جايده نقول لكم اللي كاين و ايتاب باراي ايتاب الدراري الاخوان ما عادش نسيف اللايف وقيلا ما فيهش شي معلومات فهمتي عادي يعني نورمال بالضبط المهم غير باش يعرفوا فين كاين واش هادشي اللي كفا عرفنا بقى اللي خصو يطلع معايا في اللايف ما عارفينو كون بقى شي واحد عنده شي سؤال نجاوب عليه لا 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 كاين الدراري والله الا هنايا دابا ما طالعين لي الدراري ماشيين واش بو فايصل في الدومين فين زعما ماشيين باخر هنايا في الدومين ومخبعين خدامين وساكتين والدراري الحلاوه والله العظيم منهم واحد انا نسمي لكم واحد خانا ديفلوبر واعر كيخدم معايا سي انا رضا رضا ايت العربي هكا سفيان شنو رضا ايت العرب احسن ديفلوبر في العالم هو تما الدراري والله يقول لك يقلب على ميثود الادور تدخل عند سفيان عبد القوى عنده وديك الطريقه لا راه صيفطها لك ما تصرفها ليش انا في بريفي انا بارطاجيها المهم انا بغيت نبارطاجيها فهمت كيهضروا على الطريقه ديال السيسبند هذيك ديال من بعد الدراري عاد تطلق هذيك تنعملوا شي فيديو ولا شي حاجه هذيك الساعه عندنا فهمتي بارطاجيها له الطوري ديالك عاود بارطاجي الله يحفظك ابو ميثود الرانك اورغانيك هذيك ديك الساعه نشوفوا سيف ومالك ديال الرانك الدراري دخلوا الله الا انا شو شو واحد قضيه شو انا باش تفهم واحد اللعيبه دابا بزاف باش يفهموها دابا باش تفهم فاش كتكون شي ميثود بحال هكا دابا انا بارطاجيتها راه شحال عندي انا من واحد 30000 واحد شحال خدامي الريسكين مزيان 1000 واحد صافي ما بقاتش خدام ثلاث عاد تكون خدامه ما بقاتش هذا هو المشكل ماشي قضيه انني انا ما بغيتش نبارطاجيها واش فهمت يعني كاين دابا هو بنادم يفهم هادي بدا يفهمها بنادم فهمتي كاين شي حاجه عادي على الراس والعين بارطاجيهم معاك فهمتي نورمال جدا نعطيك كاع البيسكس باش تبدا كاع كلشي فهمتي سير بدا سير تقاتل جيب عاد جيب مزيان خاصك تجيب ديك البيسكس راه تجيب $50 سلميه في النار فهمتيني ولكن باش انك دابا واحد باقي حتى ما بداش كيسول على على الراك فهمت هو تبدا بعدا وهذاك اللي اصلا بادو كيسول على الراك تخصك تلقاها لراسك حيت انت ديجا بادو وديجا عندك اكسبيريونس فهمتي بالضبط واحد سيفو كتصيدني برو ديزاكتيفي الصوند الليد عندك كيجبك الله جاو عندك الليد صافي شوف انا نكيتي اللايف ديال ديك الساعه ندخل نعاودكم صافي يلا تبارك الله عليك
شوفي انا نرجع الكورس ديال اليونيت انا قلت انا ندخل ليو ديما نبارطاجي معاكم عاد القهوه. شوف الكومونتير واحد الريل انا حطيته تما ما استاش من الريل هذاك بس نشوف من الريل اللي حطيت فيه الكومونتير داك الكورس انا نشوفه دابا صبر عليا وقيل له بارطاجي معاك داك الكود سوت ساش هذوك بلاتي قيل له هو اسم الكود سوت بلاتي نشوف هو والدرع شوف هانت هانت الفيديو ديال او اجبر الريل ديال اساسين ريسكن ها هو فين هو اللينك تيليشارجيوه كوبيو كامل كوبيو اللينك كامل حاولوا تكوبيوه كامل باش تقرا لكم هذاك فيه لاصق ماشي لاصق ديال اليونيت ولكن غادي تتعلم غادي تشبر واحد الحرفه ديالك غادي تتعلم مزيان غادي تشد اي كود سورس من بعد غادي تخدم به مزيان غادي تقدر دير تمر ريسكين بالنيتش اللي بغيتي بداك الشيء اللي بغيتي يعني خصك تتعلم ضروري بيس ادي سورس عندك ادموب وفيسبوك لا يعلى عليهم ادموب دابا ادموب كيبقى في جميع النيتشات اما فهمتي فيسبوك على حسب بحال دابا انا فيسبوك تيستي شوف لي جيمز ما عطانيش ولكن في تيستي شوف لي زاب عطاني كنت قديمه على حسب النيتش انا كيجيني فيسبوك مازال ادموب اي حاجه فيما جيتي هو معك فهمتي انا هادشي اللي كنشوف فهمتك بارطاجو معنا شي كود سورس البارط 25 كود سورس اللي كنتي بارطاجيتي عاود بارطاجها معنا عاود تصردم لي انا والله الا كيمشيو لي انا تبرو فهمتي كنحس هذاك الشيء بقى لي تقلب عليه ديما تضرب لي فهمتي هذوك تخداو ثلاثه كاسه هذوك لي جيمز بلاتي انا قلب عليهم صافي يا يقدر يكون هذا ما عرفتهاش انا برو هذه الصراحه ما عرفتهاش الصيف شو ديك الكورس الدري ما فيهش الكي ما فيهش الكي مفتوح ديريكت هاو مفتوح عندي هنا هاو انا افتح عندي في الماك دابا اصبر هاو صاحبي بلا كي هاو بلا كي خدام نورمال ما تحتاجوا الكي توما ما فهمتش انا ما فهمتش الصراحه سلام ما عند فيصل فيصل بارطاجيهم لحفت في كومونتير هذوك لي كود سورس بارطاجيهم مع في كومونتير ما بارطاجيهم في ستوري ديالو صح حيت في كومونتير يلا بارطاجيهم في ستوري ما يقدروش يكوبيهم الكومونتير من الاحسن بارطاجيهم عنده دابا انا شت الدراري بزاف لي كومونتير كيدوا على الدراري اكثريه بيغينا فهمتي ما عارفينش الطريق كيدويو فهمتيني كله شنو خاصو زعما شنو هي البدايه كيفاش انه يقدر يبدا كتلقى بنادم دايخ كاين بنادم ما كيعرفش يزيد لي اس دي كي فهمتي خاصهم شي حاجه توضيحيه انك تبدا معاه من ا حتى لزي سو توري شنو غي انستالي توري هادي شي حوايج اللي هو لا مشى قلب عليهم في يوتيوب يقدر يطيح في شي ايرور صغير ولا شي لعيبه بنادم كيوقف فهمتي ما كنقدش ندير هاد الشيء صعيب باش نرجع هذا هو المشكل هذا خاصو ليه وقت فهمتي خاصو وقت طويل شد واحد الفيديو اللي يكون من ا حتى لزي فهمتي شو وقت خصو فهمتي بو تقدر ديرو عادي هو غادي بارطاجيو مع الاخوان فيصل انا ديك ساعه فيصل ديك ساعه طاقين ملي تبارطاجيوهم انا غادي نبارطاجيو عندي ستوري غادي يطلعوا لكم كامل ديك ساعه نابلودي شي واحدين عندي مزيانين تخدموا بهم صوفيا نعطيهم شي فكره على ديك السيت اللي قلت غير فكره بلا ما تسميه السيت اخويا كتقدر تبيع فيه البراند فهمتي تبيع نيو بالانس تبيع انا كنت كنبيع فيه سبرديلات اكثر هي والبيمنت اخويا كنت كندير البيمنت ديالهم كتوصلك على 15 يوم 14 يوم تقدر تخدم باي بال الا كانوا عندك ميثودات ديال باي بال فهمتي هو راك عارف السيت انا ولا مشيتي تحطيتي انا اكثر كنت كنخدم به وكنت كنصيفط الترافيك كنت كنصيفط منه الترافيك للسيت ديالي واخا بنادم كان قليل اللي كيتيق حيت السيت عندي كانت فيه ميثود ديال شوبيفاي بيمنت جيت واي فهمتي كانت كدوز لي ديك الساعه فلوس في 24 ساعه 48 ساعه هذا هو البلا ما كنتش كنبقى نتسنى انا 15 يوم ديال السيت الاولاني عادي خلصوني ولا مشاكل ديال ليميت ديال باي با ولا هادي فهمتي وي هذا هو البلان ديالو اوكي انا صراحه غاتبارطاجي ماشي راه دير فيديو من ا حتى زد ها كيفاش تخدموا الدراري ها كيفاش تلوح فيها كيفاش فيريفي فيه الاي دي ها كيفاش هادي فهمتي من ا حتى زد ها منين تجيب لي برودوي ها بشحال تبيع ها هادي كيفاش تطور ها لا تسد لك الكونت كيفاش تقدر ترجعو
فهمتي راه تبارطاجي داك الشيء من ا تال زد، ولكن اخويا الا دخلوا لي الدراري ديال البلاك ولا شي لعيبه على البديع راه فهمت انا اللي غندي الذنوب اخويا. انت واش صاحبي كتشري سلعه وما كتصيفطش الناس اصاحبي؟ جيت تطلق عليا انايا راه كندخل، فهمتي داك الشيء ما عرفت انا كيجيني اخويا غير اخلاقي. انا ما فهمتي التربيه ديالنا ما رباتناش خدمو هادشي. الخو اللي باغي يصيب يدخل من عنده دايركت، انا ما عرفت هادشي هذا. هادشي اللي كاين. اوكي صافي اخويا، ما كاين حتى شي سؤال ياك؟ قيل تقريبا ما كاين حتى شي سؤال. انا لا نمشي نعس اخو كاو، وما تبغي دير شي لايف علمني فهمتي، بريباري دير شي مواضيع. كنت عايط لنا باللايف صافي نحبس باش نشوف. انا صاوبت ميساج الواتساب بلاتي خاصو باقي خدام 100% الدراري، باقي خدام خدام ما كاينش فيها اللعب فهمتي، خدام مزيان. بغيت نشوف تأكد غير ما عرفتش انا بلوش كيسمعني في اللايف ولا لا، باش نعرف واش نسد اللايف ولا لا. المهم انا لقيت اخويا شي وقت راه نقدر نسجل شي حاجه، شي حاجه للدراري البيجينرز فهمتي، شي كود سورس اللي باينين اللي نقيين وهذا فهمتي، باش بنادم ما يبقاش دوك الاسئله ديال بنادم راه تالف ما عرفش كيفاش يخدم، ما عرفش شنو يلوح شنو هادي. صافي ابرو، صافي ابرو، سير سير يلاه ان شاء الله. يلا سير. صافي الاخوان كيبان لي ما بقى حتى شي سؤال. شايف كيفاش اورغانيك، الاورغانيك ترافيك هو واحد الترافيك اللي ما كت... واحد الترافيك اللي ما كتبيع عليه والو فهمتي. يعني ما كتخلص فلوس باش كتجيب مثلا انستال ولا كتجيب كتجيب المهم اي حاجه. وي خدام ويدوت بيدينك، وي خدام برو. دونسيتي كيورد، كيفاش دونسيتي كيورد؟ واحد تابع غير الليتس اللي طالعين عندي هنا. المهم دونسيتي كيورد يعني انا نشرح لكم كيفاش. بحال الفول الناس كيقلبوا على ديك الكيورد بزاف ولا كعليه الترافيك بزاف، ولكن خصو يكون منافسة فيه قليله ضروري، حيت الا كانت في منافسه طالعه راه ما مع ترانكاش به. ملتيبل اي دي فيريفيكيشن، صراحه ما فهمتش واش نقول لها. شكون اللي احسن، واش نقلو 5 د الاب كل نهار ولا تطبيق واحد في النهار؟ ما فهمتش على حسب انت، ما فهمتش انا دابا هادي كتبقى على حسب الخدمه ديالك انت شحال بغيت تخدم فهمتي. ما كاينش زعما ولا لحسي 5 ساعات كاين شي حاجه ولا لحسي واحده كاين شي حاجه. اللايف ابلودي في اليوتيوب شانل نقدر نابلودي ماشي مشكل. اوكي شحال خصك باش تبدا في الالعاب؟ شوف باش نسالي داك الموضوع ديال الجيمز، اول حاجه خصك تتعلم مورال، كتبقى داك كتبقى الامور ساهله. تعلم اول حاجه اليونيتي ضروري، من بعد غادي تشوف انت واش غادي دير جيم من الزيرو ولا غادي تشري كود سورس وتعمل له الريسكين تبوضي فيه عليه بني التاس اللي طالعين. الا كانت هكا غادي تقام عليك مثلا الكود بواحد 50 دولار حتى 100 حتى 150 ما عرفتش على حسب الكود سورس، ما تبوضي فيه الراس وكوس بيبليي ستور كيتقام عليك 25 دولار صافي. هادشي اللي كاين، ولا بغيتي تزيد راه طبيعه الحال تخلص فهمتي، غادي تشري ستور غادي تشري بزاف الحاجات. صافي هادشي اللي كاين. اللي بغى الميثود ديال ديكومبايل سيرو عند نبيل، نبيل راه عنده الميثود ديال ديكومبايل. انا ما عنديش ديكومبايل ديال اليونيتي، كندوي على اليونيتي
نتمنى منك دير دوره مجانيه حول الريسكين. ما كاينش الوقت دابا هو اللعبه في ديك الوقت فهمتي، ماشي قضيه مجانيه ولا بالفلوس، احسن كود سورس كولورين بوك. وير كان وي باي ات؟ شو تدخل دابا شو تشري كود سورسات، كاين سيل ماي اب، كاين داك الدري معاذ راه تلقاوها عندي معاذ ازيد بارطاجيتو هاد اليومين، كيبيع دي كود سورسات رخاصين هادوك النيت اللي كاينين في سيل ماي اب، هادوك النيت هوز عنده كاملين فهمتي، ديجا كان شراهم ولا ما عرفتش، كيبيعهم رخاص بزاف حتى ما عنده مثلا كود اللي كانت في 100 دولار يقدر يبيعو لك ب 20 دولار، يعني تختصر على راسك. صافي هادشي اللي كاين، نكتب لكم الاسم ديالو بلاتي، دخلوا لعندو تلقاو عنده الالعاب، طلع ليش الطاق ديالو نور ما طلع ليش. الى كرطا باش كتحل لكم، كنحل بالريفوليت، انا خدام بالريفوليت. سي احمد بخير، ميتو تشوي صوت راه لاحا سفيان، راه عاود لاحا ميتو خدامة مزيان، شي حال نتفادى به الليميت، الليميت ما غاديش تتفادى في الادموب. عندك جوج الحلول كيف ما قلتهم في الاول، ادموب قديم وغادي تخدم بغير ابس ليغال ولا جيمز ليغال ولا سيمي ليغال، ما تقربش ليه القيدات، ما تقربش ليه كاع شي حاجه اسمها شي حاجه فيها تخرويط فهمتي، سينو غادي يجيك ليميت ولا غادي تسب. انت صافي عطيتك الخلاصه ديال هادشي كامل يعني ما ننسى. اها شي مشطوط نورمي جوجل اد اكونت وي راه كاينه، راه لاحه سفيان هي هذيك، راه كتورمي الكونت وكتخدم به كلشي. وي وايز خدام، وي وايز خدام، شي ميتو نكري جوجل بلاي بلا اي دي، لا ما كايناش، مستحيل مستحيل تكري جوجل بلاي بلا اي دي، الا كانت شي دوله غافل عرفتهاش انا غتكون بلا اي دي وصافي، ولكن دابا كاع الدول كنظن فيهم الاي دي. هادشي اللي كاين واش الاخوان سيف اللايف ولا ما نسيفهاش ما عرفتش الصراحه، انا بان لي دوينا عادي ماشي زعما شي حاجه كانت منظمه، غير كنت مريح وطلقت اللايف وصافي. ملتي لوغين خدام، خدام بالانكوغنيتو حسن خدام. كاينه ميثود ثالثه ديال الفتح ما غاديش نبارطاجيها دابا، حتى نفكر واش غادي نبارطاجيها في داك مع دوك الناس اللي كيسيبورتي ولا لا فهمتي، في داك السيت غادي نشوف واش نبارطاجيها معاهم، واش غنطلق السيت اصلا ولا ما غاديش نطلقو، غادي نبارطاجي معاهم الميثود الثالثه اللي خدام بها انا دابا، ولكن الميثود ديال اللي شرحت في اليوتيوب مازال خدامه نورمال. صافي بزاف كيقولوا انه يعني بلا ما نسيفه، سيف سيف صراحه ما منعش واش نسيفه ولا لا. شوف واش كاين شي كيسيون اخر، الا ما كانش باقي شي كيسيون الاخوان صافي نقطع اللايف. اخوان غادي نسيف انا نحطو في اليوتيوب ماشي مشكل، ما نحطوش عندي هنا في، ما نحطوش في الانستغرام، غادي نزلو في اليوتيوب. شي دوره من الزيرو دو خويا سيف، ما غاديش تلقى دوره من الزيرو انسى، بس عاد تبقى تلقى شويه هكا وشويه هكا وشويه من اللايفات اللي دارت شويه فهمتي، حيت داكشي اللي من الزيرو شحال هادي ما بقاش خدام. سيف سيف جيت اور فيكول، فيكول كيطول شويه على الجيت، الجيت كيتضرب مؤخرا بزاف. كيبان لي صافي نقطع اللايف، كنتمنى نكون جاوبت على كاع الاسئله. باقي الوقت شي وحدين كيسولوني على داك السيت، السيت انا مازال ما طلقتوش، مازال ما عرفتش تلقوا ولا لا، ها هو فين هو، مازال غنقد فيه شي لعيبات. السيت هو مازال ما عرفتش واش نطلقوه ولا لا، مازال نقط فيه شي لعيبات حتى نتاكد واش نطلقوه ولا لا.
سنت ملي نطلقو نعرف شنو غادي ندير فيه بالضبط. ما بغيتش شي واحد يخلص ويتسنى مني شي حاجة وانا ما نديرهاش، فهمتي؟ هادشي ما كيعجبنيش، داكشي هادشي اللي كاين. صافي كيبان لي مبقاش، صافي ما بقاش شي سؤال بلي انا هنايا. اخوان صافي نقطع اللايف، نشوفكم في لايف اخر ان شاء الله، نخليكم.